السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين، اللهم أمين. خلصنا مع بعض المحاضرة اللي فاتت البطلان وصوره و الشركة الفعلية أو شركة الواقع، وعرفنا معناها وعرفنا نطاقها وعرفنا النظام القانوني لها. النهاردة هنتكلم عن الشخصية المعنوية للشركة، هنتكلم عن الشخصية المعنوية للشركة. هذا الموضوع يتفرع عنه ثلاثة موضوعات فرعية. واحد، عايزين نعرف يعني ايه شخصية قانونية أو معنوية للشركة. اثنين، عايزين نعرف الشركات التي تكتسب الشخصية المعنوية، وهل هناك شركات لا تكتسب هذه الشخصية. العنصر الثالث هنتكلم فيه عن حدود الشخصية المعنوية للشركة. العنصر الثالث هنتكلم فيه عن حدود الشخصية المعنوية للشركة. العنصر الرابع من عناصر المحاضرة هنتكلم فيه عن بداية ونهاية الشخصية المعنوية للشركة. العنصر الأخير من عناصر المحاضرة هنتكلم فيه عن آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، أو النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية. العنصر الأولاني تعريف الشخصية القانونية أو المعنوية للشركة. أولا لازم نعرف إن عقد الشركة بينشأ عنه شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين له. عقد شركة عقد بينشأ عنه شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين له. هذا الشخص المعنوي بنسميه الشركة. هذا ما يميز عقد الشركة عن غيره من العقود الأخرى. والقانون اعترف للشركة بالشخصية القانونية أو بالشخصية المعنوية حتى تتمكن من القيام بالدور الهام والبارز في الحياة الاقتصادية. والشخصية القانونية أو المعنوية للشركة تعني صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، شأنها في ذلك شأن الشخص الطبيعي تماما بتمام، باعتبارها شخص معنوي مستقل عن الشركاء المؤسسين لها. باعتبارها شخص معنوي مستقل عن الشركاء المؤسسين لها حتى تتمكن من تحقيق الغرض الذي قامت من أجله. كده عرفنا يعني ايه شخصية قانونية او يعني ايه شخصية معنوية بالنسبة للشركة. نيجي للشركات التي تكتسب الشخصية المعنوية، الشركات التجارية التي تكتسب الشخصية المعنوية. كل اشكال الشركات التجارية تكتسب الشخصية المعنوية، كل اشكال الشركات التجارية تكتسب الشخصية المعنوية فيما عدا شركة المحاصة لا تكتسب هذه الشخصية. يبقى إذن ليس كل الشركات التجارية تكتسب الشخصية المعنوية بنص القانون. لو احنا فاكرين أحكام شركات المحاصة أو الحكم أنها شركة خفية مستترة ليس لها شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها شخصية قانونية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وبالتالي شركة المحاصة لا تكتسب الشخصية المعنوية بنص القانون. طبعا عندما تدخل الشركة دور التصفية فهي تكون بحاجة إلى القيام ببعض التصرفات التي تلزم لإتمام عمليات التصفية. علشان كده القانون برضو قرر أن الشركة وهي في دور التصفية تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية، بس حدد لها أطار بقى، تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للانتهاء من أعمال التصفية. يبقى إذن الشركة وهي في دور التصفية
تظل شخصيتها المعنوية قائمة، ولكن هذه الشخصية المعنوية لها حدود، وهي بالقدر اللازم للانتهاء من أعمال التصفية. نيجي للعنصر الثالث من عناصر المحاضرة، وهو حدود الشخصية المعنوية للشركة. حدود الشخصية المعنوية للشركة، أولا هذه الحدود بتتحدد بأمرين. هذه الحدود بتتحدد بأمرين. الأمر الأول بطبيعتها. أولا الشركة، أي نعم هي شخص قانوني زيها زي البني آدم تماما بتمام زي ما قلنا في التعريف، إلا أن هناك بعض التصرفات وبعض الأعمال لا يجوز مطلقا قيام الشركة بها. على سبيل المثال الأحكام الخاصة بالشخصية، الأحوال الخاصة بالزواج، الأحوال الخاصة بالطلاق، كل هذه الأعمال لا يمكن بحال من الأحوال للشركة أن تمارسها، وبالتالي بحسب بحكم طبيعة الشركة هناك بعض التصرفات، هناك بعض الأعمال لا يجوز للشركة أن تقوم بها. بسبب إيه؟ بسبب طبيعتها، أنها شخص معنوي وليس شخص طبيعي، أنها شخص معنوي وليس شخص طبيعي. هذا أمر بيحدد الشخصية المعنوية للشركة. الأمر الثاني اللي بيحدد الشخصية المعنوية للشركة، الغرض الذي قامت الشركة من أجله. احنا قلنا لحضراتكم ان القانون في التعريف برضو، في قانون اعترف للشركة بالشخصية المعنوية لكي تتمكن من الاطلاع بالمهام التي بالدور البارز والهام في الحياة الاقتصادية في الدولة، وذلك بتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله. في هذه الحالة إذا خرجت الشركة بأي تصرف أو بأي عمل خارج هذا الغرض تكون الشركة غير أهل لهذا الغرض أو لهذا الأمر أو لهذا التصرف. يبقى إذن للشركة أن تقوم بكل التصرفات القانونية والأعمال المادية اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله. الشركة أهلا للقيام بكل الأعمال والتصرفات القانونية والأعمال المادية اللازمة لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله. أما إذا كان هذا التصرف القانوني أو العمل المادي ليس ضروريا لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، في هذه الحالة هذا التصرف يكون باطل بطلان مطلق لصدوره من غير ذي أهل، ليس أهلا للقيام بهذا العمل. يبقى إذن الشخصية المعنوية بتتحدد بأمرين، بتتحدد بطبيعتها التي تختلف عن الشخص الطبيعي، وبتتحدد بالغرض الذي قامت الشركة من أجله. نيجي لبداية ونهاية الشخصية المعنوية للشركة. بداية ونهاية الشخصية المعنوية للشركة. نيجي للشركات الأشخاص. قلت لحضراتكم أن شركات الأشخاص والشركات المدنية بتكتسب الشخصية المعنوية منذ تاريخ إتمام تأسيسها تأسيسا صحيحا، منذ كتابة عقد الشركة. الشركات المدنية وشركات الأشخاص بتكتسب الشخصية المعنوية، هذا الأثر خاص في العلاقة ما بين الشركاء، لكن بالنسبة لعلاقة الشركة بالغير فلا يحتج بهذه الشخصية إلا بعد إتمام إجراءات النشر والشهر المقررة قانونا لكل شركة من الشركات، لكل شركة من الشركات. خلاص كده. لكن بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، يجب التفرقة ما بين شركة الشخص الواحد من ناحية وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدود. بالنسبة لشركة الشخص الواحد فتبدأ شخصيتها المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري. بالنسبة لشركات الشخص الواحد وهي الخاضعة للقانون رقم 159
سنة 1981 هذه الشركة بتبدأ شخصيتها المعنوية بمجرد قيدها في السجل التجاري. لكن بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، هذه الشركات لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بعد مضي 15 يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري. دي بالنسبة لبداية الشخصية المعنوية. لقينا ان القانون فرق ما بين شركات الاشخاص من جانب وما بين شركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. وفيما يخص هذه الشركات الاخيرة، قانون فرق ما بين شركة الشخص الواحد وما بين الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. كلام في غاية الاهمية. نيجي ليه نهاية الشخصية المعنوية للشركة. نهاية الشخصية المعنوية للشركة، هذه الشخصية المعنوية بتنتهي بانقضائها بأحد الأسباب المقررة قانونا أو بحلها اتفاقا للشركة. يبقى تنتهي الشخصية المعنوية بانقضاء الشركة انقضاء عاما أو انقضاء خاصا. يبقى إذن تنتهي الشخصية المعنوية للشركة بتحقق أحد أسباب الانقضاء العامة أو بتحقق أحد أسباب الانقضاء الخاصة. وهنعرف هذه الأسباب العامة وهنعرف الأسباب الخاصة كذلك. إذن بتنتهي الشخصية المعنوية للشركة بتحقق سبب من أسباب الانقضاء العامة أو بتحقق سبب من أسباب الانقضاء الخاصة. وقلت لحضراتكم أن الشركة عندما تنقضي، عندما تنحل، بتدخل في مرحلة أو في دور التصفية. في هذه الحالة ونظرا لأن أعمال التصفية تستغرق وقتا يتم في خلاله القيام ببعض التصرفات، فقد قرر القانون أن الشركة تظل محتفظة بشخصيتها القانونية بالقدر اللازم للتصفية، فلا يجوز استنادا لتلك التصفية إبرام صفقات جديدة. فلا يجوز استنادا لهذه التصفية إبرام صفقات جديدة إلا إذا كانت هذه الصفقات الجديدة لازمة للانتهاء من الأعمال القائمة لإتمام التصفية. فلا يجوز للشركة وهي في دور تصفية استنادا لتلك الشخصية المعنوية أن تبرم صفقات جديدة إلا إذا كانت هذه الصفقات الجديدة لازمة للانتهاء من الأعمال القائمة لإتمام التصفية. نيجي لي آخر عنصر من عناصر المحاضرة، وهو آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية. آثار اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أو النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية. الشركة شأنها شأن الشخص الطبيعي، شأنها شأن الإنسان. يلزم أن تكون للشركة اسم، ويلزم أن تكون للشركة ذمة مالية، ويلزم أن تكون للشركة أهلية، ويلزم أن تكون للشركة موطن، أخيرا يلزم أن تكون للشركة جنسية. أما عن الاسم فيجب أن تتخذ الشركة اسم يميزها عن الشركات الأخرى. يجب أن تتخذ الشركة اسم يميزها عن الشركات الأخرى. هذا الاسم يختلف باختلاف شكل الشركة. فاسم شركة التضامن يتكون زي ما قلنا من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما يدل على وجود شركة، مثل عبارة إيه؟ محمد وشريكه أو محمد وشركاه. لكن بالنسبة لاسم شركة التوصية البسيطة زي ما قلنا برضو بيتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنون مقرونا بما يفيد كونها شركة. وقلنا أن الشريك الموصي لا يجوز أن يدخل اسمه في اسم الشركة. أما بالنسبة لاسم الشركة المساهمة فيشتق من الغرض الذي قامت الشركة من أجله، كما يجوز أن يشتمل على اسم أحد الشركاء بنص القانون الحالي اللي هو الجديد 4 سنة 2018. وكذلك في القانون القديم كان بيجيز الإبقاء على اسم الشريك الأول في حالة التحول الشركة من شركة أشخاص إلى شركة مساهمة. في هذه الحالة فيجوز الإبقاء على اسم شركة التضامن مع بيان أنها شركة مساهمة مصرية، زي ما هو قلنا المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه كانت شركة تضامن بعدما
توسعت وتم تحولها الى شركه مساهمه، فحرصا من القانون على الابقاء على السمعه التجاريه وعملائها، ظل المحافظه على ابقائها الاسم القديم، ولكن مع بيان انها شين ميم ميم شركه مساهمه مصري. بالنسبه لاسم الشركه ذات المسؤوليه المحدود، اولا قلنا لحضراتكم انه يجوز ان تتكون اسمها من اسم شريك واحد او اكثر مع عباره شين زال ميم ميم، كذلك يجوز ان يشتق اسمها من غرضها، كذلك يجوز ان يشتق اسمها من غرض. اسم شركه التوصيه بالاسهم يتكون اسمها من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين دون غيرهم، لكن مع عباره شركه التوصيه بالاسهم. وفي جميع الاحوال فان اسم الشركه ايا كان نوعها يجب ان يذكر في كل العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الاوراق التي تصدر عن الشركه. ده بالنسبه لي اسم الشركه. وهذا الاسم قلنا حالا انه بيختلف باختلاف شكل الشركه، اسم الشركه بيختلف باختلاف شكل الشركه. نيجي لي الذمه الماليه للشركه، الذمه الماليه للشخص الطبيعي هي الوعاء الذي تصب فيه مال الشخص من حقوق وما عليه من التزامات. فالذمة المالية للشخص لها جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي بيتكون منه الحقوق المالية التي للشخص في الحال والاستقبال. الجانب السلبي بيتكون من التزامات الشخص في الحال والاستقبال. وتثبت الذمة المالية للشخص بمجرد الاعتراف له بالشخصية القانونية وتمتعه بأهلية التصرف. خلاص كده يا شباب؟ طيب، اعترف القانون للشركات بالذمة المالية، ويتكون الجانب الإيجابي للذمة المالية للشركة منين؟ برافو عليك يا ولا، من حفظ الشركاء، حيث أنها تنتقل من ذمم الشركاء لذمة الشركة، كما يدخل في هذا الجانب الاحتياطي بنوعيه الأرباح التي تحققها الشركة. أما الجانب السلبي فيتكون من الديون التي على الشركة للغير، فضلا عن الخسائر التي قد تمنى بها الشركة. وتستقل الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء، ويترتب على انتقال ملكية الحصص من ذمم الشركاء إلى ذمة الشركة مجموعة من النتائج في غاية الأهمية. هذا الموضوع يترتب على انتقال ملكية الشركة، واحد، لا يكون للشريك في مواجهة الشركة إلا حق احتمالي في الحصول على أرباح أثناء حياة الشركة. خلاص كده؟ له حق احتمالي في الحصول على الأرباح أثناء حياة الشركة. أما بعد انقضاء الشركة فيتمثل حق الشريك في الحصول على جزء من موجودات الشركة عند التصفية. خلاص كده؟ أما بعد انقضاء الشركة فيتمثل حق الشريك في الحصول على جزء من موجودات الشركة عند التصفية، مع ملاحظة إن الشريك لا يسترد ذات الحصة التي قدمها، إذا كانت عينية وتم تقديمها على سبيل التمليك، إلا إذا اتفق على ذلك في عقد الشركة، من النتائج المترتبة على انتقال ملكية الحصص من ذمم الشركاء إلى ذمة الشركة، النتيجة الثانية، لا يجوز للدائن الشخصي للشريك أن يتقاضى حقه بالحجز على حصة مدينه في رأس مال الشركة. ليه بقى؟ برافو عليك، لأن هذه الحصة خرجت من ملك الشريك وأصبحت ملكا لمين؟ للشركة. ولكن يجوز لهم إيه؟ التنفيذ على نصيب مدينه في الأرباح المقرر توزيعها. خلاص كده يا شباب؟ دي أمر في غاية الأهمية. النتيجة الثانية، لا يجوز للدائن الشخصي للشريك أن يتقاضى حقه بالحجز على حصة مدينه في رأس مال الشركة، لأن هذه الحصة أصبحت ملك للشركة وخرجت من ملك الشريك. ولكن يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتقاضى حقه من نصيب مدينه الشريك في أرباح المقرر توزيعها. نيجي ليه أهلية الشركة، قلت لحضراتكم
أن هذه الأهلية لها أطر. أهلية الشركة تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي. أهلية الشركة محددة بحدود لا يجوز الخروج عليها، فلا تعطي للشركة الحرية المطلقة في التصرف، فكافة الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الشركة يجب أن ترتبط بغرضها. كافة الأعمال التي تقوم بها الشركة يجب أن ترتبط بغرضها وتهدف في النهاية إلى تحقيق هذا الغرض. أيضا هناك قيود ترد على أهلية الشركة بسبب طبيعتها كشخص معنوي، ففيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الصادرة عن عمالها لا يجوز هل الشركة تحبس أو تسجن أو تعدم؟ لا طبعا. يبقى إذا المسؤولية الجنائية يسأل عنها الجرائم من موظفيها شخصيا، وذلك لتعارض طبيعتها مع جزئيات الهند الجنائية، فالشركة ليست بالجسد الذي يسجن أو يعدم. أما بالنسبة للمسؤولية المدنية فتسأل عن تعويض الغير عن الأفعال الضارة التي وقعت من عمالها أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. خلاص كده يا شباب. يبقى إذن هناك بعض القيود التي ترد على طبيعة الشركة، وبعض القيود التي ترد على غرض الذي قامت الشركة من أجله. ده بالنسبة للأهلية. بالنسبة للموطن، الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة رئيسي للشركة. الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة رئيسي للشركة، وبالتالي ليه بقى اتخاذ الشركة موطن يعد أمرا ضروريا؟ ليه؟ لأنه المكان الذي يحدد جنسية الشركة، وأيضا بيحدد قانون واجب التطبيق. بس لازم نفرق ما بين موطن الشركة ومكان الاستغلال. موطن الشركة ومكان الاستغلال. موطن الشركة هو المكان الذي يوجد فيه المركز الإدارة الرئيسي، لكن مكان الاستغلال هو المكان الذي يباشر فيه الشركة نشاطها، والمكان الذي تباشر فيه نشاطها أو غرضها. خلاص كده يا شباب. يبقى في فرق ما بين مركز الإدارة ومكان مباشرة الشركة لنشاطها. خلاص. هذا المكان بنسميه مكان الاستغلال، بيختلف عن مكان الإدارة. نيجي لجنسية الشركة. جنسية الشركة لا زال حتى الآن في خلاف في الفقه. جنسية الشركة لا زال حتى الآن في خلاف الفقه. متى تكتسب الشركة الجنسية المصرية؟ الرأي الراجح أن الشركة تكتسب الجنسية المصرية إذا تم تأسيسها وفقا للقانون المصري وكان مركز الإدارة الرئيس في مصر. يبقى إذن بالنسبة للجنسية هناك اختلاف في الفقه بشأن تحديد معيار اكتساب الشركة للجنسية المصرية، ولكن المعيار الراجح أو الرأي الراجح في الفقه هو الذي يذهب إلى أن الشركة تكتسب الجنسية المصرية بتوافر شرطين: إذا تم تأسيسها وفقا للقانون المصري، 2 إذا كان مركز الإدارة الرئيس في مصر. إذن ما عندناش معيار واضح في قانون بيحدد جنسية الشركة. هذا اجتهاد فقهي، وبالتالي احنا بننادي بضرورة التدخل لوضع معيار يحدد بناء عليه احدد جنسية الشركة. وبالتالي يبقى المعيار الراجح ذو شقين: تأسيس الشركة وفقا لقانون الدولة التي تحمل جنسيتها، ووجود مركز الشركة ووجود مركز رئيس في هذا المكان. يبقى اذا تكتسب الشركة الجنسية المصرية اذا تم تأسيسها وفقا لقانون المصري وكان مركز ادارة رئيس في مصر. بجدة وخالتنا وحضرتنا، ونتقابل ان شاء الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.